أحبابنا طيبين، مرحبا بكم في مرئية اليوم، وحنتكلم عن واحد من الموضوعات اللي هي انعدام المال. هل ممكن يأثر بصورة كبيرة جدا ويخلق مشاكل في الحياة الاجتماعية؟ خلونا نشوف الناس في الشارع رأي شنو. انتوا كمان اكتبوا لنا في التعليق، وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ ونشوف. وضاح محمد عبد الله. حبابك استاذ وضاح محمد عبد الله، ولين احنا بنتكلم في واحد من الموضوعات وهو انعدام المال، هل ممكن يأثر في الحياة الاجتماعية بصورة عامة؟ بالتأكيد، يعني وجود المال اصبح ضرورة، بالذات في العصر حاليا في ظل الظروف الاقتصادية اللي بقت على الناس. هنا المال عصب الحياة، يعني بدون مال انت ما بتسوى حاجة. الناس بتقيم بالمظاهر، وانه انت عندك مال معناه انت بتسوى حاجات كثير. اكيد اكيد اكيد، يعني اللي عنده مال بيختلف حتى من الزول اللي ما عنده مال. يعني مثلا لو في بيت بكا قاعدين الناس عاديين، جزول من الناس البسطاء العاديين، بتلقي الناس ما في زول بيقوم على حيله، ما في زول بيغيم، وما في زول بيعبره. لكن خليه جزول من اصحاب الثروة، الناس المعروفين انه عندهم قروش، ناس ما شاء الله مرتاحين، ربنا يزيدهم ويبارك لهم. بتلقي الكبير قبل الصغير بيسعى في خدمته، بيسعى في انه يحاول يشيل معاه الفاتحة ويسلم عليه وكذا، ويلبي له كل طلباته وحاجاته الحذائرة. ودي مشكلة كبيرة، ونتمنى انها تنقضي بصورة عامة من مجتمعنا السوري. يا اخي نتمنى 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 انه يعني البلاد تنعم بالسخاء والرخاء، ونرجع لطيبتنا الزمان وحبنا وتواصلنا وتراحمنا وتعاضدنا مع بعض، ونتمنى كل الخير لبلادنا باذن الله تعالى. لا منو معي؟ حاكي مصعب عبد المصالح. حبابك يا استاذ مصعب، منورنا الليله في السودان. وعايز اسالك، انعدام المال هل ممكن ياثر بصوره كبيره جدا في حياه الفرد وعلى المجتمع؟ هل ممكن يكون عنده تاثيرات تانية، بيخلق المشاكل، بيجيب الجريمه؟ انت رايك شنو؟ في البدء والله انعدام المال في وسط المجتمع يمكن يأثر كثير، في زي ما قال ربنا تعالى في كتابه، وجعلنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فبالتالي أنه إذا المال يأثر وممكن يساعد على انتشار الجريمة نسبة لصعوبات الحياة وكده. في ناس يعني أحيانا الواحد بيكون يعني إيمانه بالله يعني ضعيف، يمكن يمشي ينحب يمشي عمل جرائم خير أخلاقية، فممكن تأثر على المجتمع سلبا. بالفعل كل الحاجات دي ممكن تحصل. طيب هل في وجهة نظرك انت الناس بتغيم بالمال؟ يعني اللي عنده مال بيكون تقييمه واحترامه كامل، والمستوى متدني شوية في المال ممكن يكون يعني مهمش؟ اي حقيقة ان في بالذات في المجتمع السوداني في الآونة الأخيرة بيجي يقيموا أصحاب المال أكثر، بالذات في مثلا في المناسبات، في الأعراس، في شنو، لما يجي صاحب المال يعني تشوف الاهتمام أكثر به، يعني أكثر من الزول المحمش يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفك؟ إن شاء الله أنت بخير. بخير الحمد لله. الحمد لله. منو معي الليلة؟ عباس آدم. بابك أستاذ عباس، ومنورنا في السودان. داير أخذ رأيك في موضوع اللي هو انعدام المال، هل ممكن يخلق مشاكل في الحياة الاجتماعية للفرد بصورة عامة يعني؟ نعم بيخلق مشاكل، يعني مثلا زي مصاريف وكده. يعني بالنسبة للأسرة بتكون في مشكلة في حياتهم يعني، أو ما بيقدروا يشاركوا في الحاجات التانية، ما بيقدروا يجيبوا الحاجة اللي هم عايزينها، ولا كيف؟ أنا ما فهمتها، المشاكل بتكون كيف؟ نعم بكون عندهم مشكلة يعني في اليومية، يعني ما بيقدروا يشتروا حاجاتهم وكده، مثلا زي المصاريف وكده. أنا شاكر لك جدا ونورتنا اليوم يا أستاذ عبد الله. منو معانا؟ معك محمد عبد الله. حبابك يا محمد عبد الله، لكن سمعت الشباب بيقول لك المهل. أي من جدي اسم المهل. ده اللقب الماشي عليك، أنت برضو باخد الاسم من جدك. بيشتهر بلقبه أصلا يعني، هاي معروف. كلام جميل جدا. طيب يا المهل، سمح المهل زي ما بقوله، تفتكر يا المهل إنه الزول
ما عنده قروش خلينا نقول، او عنده البسيط من المال، الحاجة دي ممكن تأثر في حياته الاجتماعية وتخلق مشاكل؟ يعني انعدام المال في الحياة هل ممكن يخلق مشاكل؟ بيخلق مشاكل كبيرة يعني، منها مؤدي للسرقة، انه يعمل حياة ما عايز يعمله، لكن شنو لازم يعملها عشان يقدر يعيش مع الناس. جريمة يعني، جريمة باختصار كده يعني، جريمة الكتل. ممكن يقتل زول عادي عشان شنو؟ عشان شنو يقدر يعيش يوم عادي؟ بالذات هسه عندنا هنا زي شنو، انه يعني حتى الناس الوضع مقتصد وضعهم عادي برضو شنو يعني، بحاول يعملوا حياة يعني. مثلا اقول لك زي شنو يعني، زي زول ما لاقي عيش، ما لاقي اكل، ما لاقي اي حاجة، ممكن عادي يعني شنو يسرق زي كده. ممكن الواحد يعني شنو الطالب ما يعني مصروفه ما كفاه وكده، ممكن عادي يركب المواصلات شنو بتاع الحافلة يطقطق يعمل رايح ما يديه عادي، عرفتي؟ يعمل رايح ما يديه عشان شنو يقدر يوفر له بعدين، وما يعسر على ناس اهله، عارف ناس اهله ما بيقدر يوفروا له. يعني الزول هسه الطالب العادي، الزول المتوسط عايز 500 دي اذا جامعته قريبة، اذا جامعته بعيدة عايز 1000 1500، عرفتي؟ يعني ممكن تلاقي برضه اصحابك انت في الحافلة ما تقدر تعمل حاجة برضه شنو؟ عشان كده يعني بتخلق مشكلة. شوف ناس بتعمل رايح يعني، لازم تعمل رايح انت بتحتاج يعني انت عليك انت دار 500، لو جيت له زانه قال لك 1000 1500 2000 عادي. رايك هزول المفلس يا محمد بيعاني في الحياه دي؟ ممكن الفلس ده يسبب له مشاكل كثيره؟ والله احنا حاليا جيت في دولتنا دي السودان يعني لازم قروش. والله يعني انت ما عندك قروش تمام، انا ما زول يعني مديني يعني قروش بقد اي حاجه، دار تاكل، دار تشرب، داير تقرا، داير تمشي الدكتور، داير تركب مواصلات، داير تمشي يا اخي زياره، داير تمشي زياره سهل، انا داير لك قروش قروش حتى لو ما قلت جيت شايل لك حاجه لزول يعني، قروش المواصلات دي ساي يعني برات الدلع يعني. شوفي لو ماشي لزول زياره ويدانك فاضيه ما تمشي، لانه بصراحه ما حيستقبلك كويس. والله فعلا ما حيستقبلك. شوف بس العيشه بقت بكم؟ العيشه بقت ب 10 جنيه. شوفي ها دم ناس يعني ما بيقدر يستحمل لزول. زمان كان انت قلت يعني زمان وقت العيشه كانت بجنيه يعني، البلد كانت بخير، ما دار اقول زمن البشير وزمن الكيزان، لكن ما انا مشيو الزمن الجميل باعتباره يعني. انت بتجي الناس تقعد يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين ما بيفرق، لان الوضع كان كويس، كانت العيش يعني العيشة كانت يعني رخية. لكن السي ما بيقدر يستعمل زول، بيطيق زول اصلا من اول 3 ساعات طوال بيقوم يكشر لك الخوف ذاته، الباب ما يفتح لك فهمتني، الباب الخوف ما يفتح لك يعني. حتى كوباية العصير دي بقت صعبة، كوباية العصير دي بقت صعبة، شوية كده من كوباية المي تضحك بقى صعبة لقدام يعني. منو معانا عرفنا عليه؟ معك عبد الرحمن الصافي، احمد علي، ساكن الصور الحارة التازة. بابك والله يا استاذ عبد الرحمن صح؟ طيب ده ناخذ رايك في موضوع بسيط كده، نحن كشباب الوضع بقى صعب شديد، والدخل المالي ذاته بقى ما بكفي، فتفتكر هل الناس الدخل المالي متوسط او ما عندها مال كثير بتعاني في المجتمع وبيأثر الحاجة دي في حياته؟ اكيد بتعاني شديد، وبتعكس على اسلوبهم الكلام ده، حتى في اسلوبهم وتصرفاتهم وفي اخلاقهم كله بتعكس عليهم الكلام ده يعني. هو الواحد مستواه المالي بتعكس عليه يعني، هو كل ما كان مستواه المالي عالي كل ما بيكون يعني مستواه بتاع معاملاته بتكون احسن، لكن لما يكون تهدي يعني حب ظروف الظرف المادي ما بخليه يتعامل احسن يعني، على حسب الناس اللي هو بيتعامل معاهم. ممكن الناس اللي بيتعامل معاهم يعني يكون شنو بيتعاملوا بالماده يعني، انا ممكن اتعامل مع ناس يتعامل مع الماده يعني، انا لو مستواي المادي اقل ما حاشتغل بيه، ما حيفزول يشتغل بيه، ولا فزول يدقري ولا يتكلم معي ولا حيهمشوني يعني. لو متعامل مع ناس يعني بيقدروا الزول يعني ما حيهتموا بالمستوى المادي ده نهائي يعني، بحاول اقدروا ظرفك يعني مهما كان. عليك منو معانا؟ معاك حمد فيصل بكري. بابك استاذ محمد، ولا اقدر اخذ رايك في موضوع الفلس، وكلنا مفلسين. الفلس ده هل بيخلق مشاكل في الحياه عموما للفرد؟ بيخلق مشاكل كثيره للحياه للفرد وللمجتمع ذاته. ممكن اول شيء بتخلق الفساد في المجتمع، وفساد في الحكومه، وفساد في اي شيء زي ما احنا شايفين هسه الحاصل في البلد. ثاني بالنسبه للافراد بتخلق السرقه الحرابه 100 حاجه، حتى في سرقات بتصل القتل. عندك النهب اللي بيحصل وين؟ في الذهب محل التعدين. عندك ثاني السرقه، والسرقه ذات انواع يعني، في سرقه في المؤسسات الحكوميه ده اللي بيسرقوا ابسط شيء العربات دي، يسرقوا حاجات منها، يطلعوا التقارير كاذبه عن انه العربيه محتاجه كده وكده وكده، ما طالع حاجات زي دي، بتكون عربيه ما محتاجه اصلا، فواتير مضروبه، العربيه بتكون سليمه بيطلعوا فواتير كاذبه، يكونوا متفقين على. حتى بيحصل
بيع في اراضي وبيع في بيع في عربات وفي اي شيء بدون علم الزول، يكون في متفقين على متفق على محامي، متفق على طرف السارق، يكون ما عند المالك اي حاجه. معك مصطفى موسى عبد الله محمود. حبابك استاذ مصطفى. استاذ مصطفى سمعت انه انت لسه بتدرس في الجامعه والطالب بيعاني جدا بصراحه، فهل الفلس الحاصل للطلاب او بيقولوا ان الطلاب هم اكثر فئه مقرشين يعني بيكونوا داخلين بهينه من حق الفطور من حق الشتات قدر يوفر، لكن بتفتكر انت كطالب معاناتك اللي بتعانيها من التصرف بتاع الجامعه وصرف اسرتك عليك، هل في معاناه كثيره بتلاقيك في الحاجه دي؟ والله يا اخي عن نفسي كده، عن نفسي كده والله يا اخي انا اصلا ابوي توفى من عام 2017 ربنا يرحمه، و فكان يعني خلينا تركه يعني حاجه معقوله كده وعقارات يعني عن نفسي كده انا مثلا، فانا انا اكبر زول يعني انا الكبير في البيت ويا هو قايم الشغل ماسك المسؤوليه بتاعت البيت يا هو اخواني وكده ويا هو يعني وايتو ماشي كويس يعني. عندك اخوان اصغر منك برضو بيدرسوا لسه؟ اي عندي اخوان اصغر مني وعندي اخوي برضو بقى في جاردن سيتي برضو هنا في الخرطوم، ويعني الحمد لله الامور ماشيه في الحمد لله، وعن نفسي كده يعني بقول الحمد لله يعني مع الوضع الصعب ده وكده. ليش صعب؟ طبعا صعب شويه في الوضع دي، نحاول بس نشوف الوضع نمشي معه كعب زي ما بقول زين شين ولا شنو عارف. بس بنمشي بس بنباصر. لكن الحاجة دي كويسة برضو عادت عليك انت بالمسؤولية وتعلمتها بقيت حتى مسؤول من اخوانك في البيت مسؤول من دراستك، فان شاء الله ربنا يعينك على الحاجات دي. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك جدا مصطفى. انت وانا كمان شكرا لك.